رب العالمين وفقنا بحضور هذا الاحتفال الطلابي الذي تقيمه العتبة العباسية المطهرة. حقيقة هاي السنة الرابعة لنا لهذه المشاركة، عام بعد عام، سنة بعد سنة نشوف تجمع طلابنا يكون أكثر. دا تسمعون يعني خلفنا هتافاتهم وحماسهم الكبير للمشاركة في هذه الاحتفالات. العتبة العباسية المقدسة قد جمعت الناس بأطيافها المختلفة من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، تجتمع في هذه البقعة المباركة اللي تقول نعم نعم للعراق، وكذلك تزيد من أواصر المحبة والتفاعل بين الطلبة الشباب. لا نجتمع في غير مكان حقيقة، قد نجتمع في جامعة معينة ولكن لا نجتمع بعدة جامعات. اجتمعنا كأساتذة واجتمعنا كطلبة من أطياف مختلفة. كانت هنالك رسائل بعث بها المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، وهي نصائح لطلبتنا الأعزاء بعد التخرج وخارطة الطريق رسمها لهم. أنت أيها الطالب عندما قسمت قلت هذه الكلمة: وأن أكون من وسائل رحمة الله. كيف يكون الإنسان من وسائل رحمة الله؟ عندما تساعدون الآخرين، تبذلون ما في طاقتكم من جهد، ستكونون من وسائل رحمة الله. عندما ترشدون أحدا يبحث عن الطريق، يبحث عن الحقيقة، ستكونون من وسائل رحمة الله. عندما تمنعوا أيديكم من أن تتناول المال الحرام، ستكون من وسائل رحمة الله. عندما تعصموا آذانكم عن القول الزور وتكفوا وتغمضوا أعينكم عن مناظر الفجور وعن حقوق الآخرين، ستكونون من وسائل رحمة الله. كأنما ملك دامشي بالشارع، أمشي والعالم كلها تباوع علي. شعور كأنما فد إنسان كان يحلم بفشي ووصله وحققه ثواني بسيطة. حقيقة هذه العتبة أبرزت إلى العالم أن الشباب شباب واعي وشباب قادر على بناء العراق وتحمل المسؤولية، وسيكون جيل واعد يقود العراق إلى بر الأمان. انطباع حلو، يعني تشوف أنه تسود روح المودة بين كل الطوائف العراقية وبين كل المحافظات، وكأنما إحنا أصدقاء مو من هذه اللحظة وإنما أصدقاء من عمر. تشوف المودة واللطف بيناتهم وتكاتف. التقيت بشخصيات والتقيت بالناس من محافظات جديدة، كان شعور كلش حلو. أحب أوجههم رسالة إنه ننبذ الطائفية ونتعاون كلنا يد واحدة حتى نساند هذا البلد، ونكون إنه يد واحدة سوى حتى ننجح بهذا البلد. مشكورة حقيقة كل مفاصل العتبة العباسية المطهرة وعلى رأسها المتولي الشرعي، حقيقة أنه يتبنوا هكذا فعاليات تجمع كل الطيف العراقي. نعم نعم لوحدة العراق، نعم نعم لعراق واحد موحد، نعم نعم لأن نكون نحمل راية العلم في يد وراية المستقبل في يد أخرى، أن تجمعنا العتبة في هذا المكان المقدس.